بنوته عمرها 10 سنين عايزه تاخد فيتامين د لان معاها مشكله في المناسبه ليها. يعني احنا طبعا الامهات دلوقتي بتدي فيتامينز مفروض سبلمنت من بره يعني، ففي دلوقتي اللي هو النقط بتاعت فيتامين دي للاطفال المفروض بتاخد 6 نقط يوميا. ست نقط يوميا يعني لغايه 10 سنين بتاخدها؟ 6 نقط يوميا بياخدوا عادي. وبعد كده على فكره بياخدوا، بس بقى الجرعات نفسها بتزيد بتزيد مع السن. مع السن يعني من علشان عند سن معين. لا 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 انا اهم حاجه ان انا برضو اتابع بالتحليل يعني. انا مثلا لو انا بديها على طول مستمريه لازم اعمل لها تحليل فيتامين د. ليه؟ علشان اعرف النسبه. لو زادت فجاه ده برضو بيبقى غلط للجسم. فلازم ان انا اوقفه، وبنوقف مثلا 6 شهور بنعمل تحليل تاني وبنبدا ناخد الجرعات تاني. او لو النسبه بقت كويسه ومناسبه في النورمال انا ممكن بقى اعوضه بعد كده، ما اخدش بقى ان انا الفي دروب النقط او اي حاجه يعني فيتامين د. اخده بقى عن طريق الاكل، الاكلات بتاعتي. نهتم بقى بتنوع الاكل الطفل. تنوع الاكل الطفل بقى كله. ما اعتمدش على النقط. ما اعتمدش على النقط تماما يعني. انا ماشي، انا بديها دلوقتي ده بجانب الاكل بتاعي، لازم يبقى اكل صحي، منتجات الالبان مهمه. الخضار والفاكهه والسلطات الحاجات دي كلها مهمه جدا. فيها فيتامين. شوف الطفل بيحب ايه وناكله.